السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما نلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله مجموعة جديدة من القفطان المغربي، فكما كنعرفوا القفطان بدوره كيتميز بلمسة تنوع ما بين القفطان الثقيل اللي كيمكن لينا نلبسوه في المناسبات الكبيرة، والقفطان الخفيف اللي كتعشقوا أي سيدة مغربية واللي يمكن لينا نرتديه في المناسبات الخفيفة كيف الحضور، السبوع، الختام أو حتى في بيت استقبال الضيوف. فهنا صديقتي اختاريت لكم مجموعة من القفطان لأكثر من رائعين، الخاصة بالمنزل واستقبال الضيوف والمناسبات الصغيرة. كنتمنى أنها تعجبكم. فكما كتعرفوا بأن القفطان الخفيف كيمكن لينا نلبسوه في الأوقات ونرتاحوا فيه، فهو في جميع الأوقات، فهو كيمتاز بذاك الرونق المغربي الساحر. فكنتمنى أنه يعجبكم وتستمتعوا به. وهذه مجموعة أكثر من رائعة من لاتولي دريهم، مجموعة أكثر من رائعة اللي كنتمنى أنكم تستمعوا وتستمتعوا بها وتلقوا الضغط ديالكم من خلال هذا الروائع. فإلى عجبكم صديقتي الفيديو ديال اليوم، فكيف ما عودتكم دائما فما تنسونيش من اللايك ديالكم، وأيضا ما تنسونيش من التعليق ديالكم اللي كنفرح بها بزاف، اللي عبارة عن كلمة أو كليب، فهذا كيعني لي الكثير وكيسمح حتى أن الفيديو يقدر يوصل لناس أخرين ويكتشفوا القناة ويكتشفوا هاد الفيديوهات اللي كنقدم في القناة واللي كنتمنى أنها تعجبكم وتستمتعوا بها. وكيف ديما صديقتي إلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة فكنتمنى أنها تعجبكم، وكنتمنى أيضا إلا عجبتكم أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. كنشكركم جزيل الشكر، كنتمنى لكم فرجة ممتعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.